مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم الخلال الاهلي الليله، وفي هذا الحوار نطرح الكثير من التساؤلات عن مستوى المنافسه فنيا في نهائيات كاس الامم الافريقيه في مصر 2019. المنتخبين السنغالي والجزائري هل هما الاحق والاقدر بالتاهل فنيا وخططيا لنهائي البطوله، والتوقعات لهذا النهائي مساء الجمعه القادمه ان شاء الله على ملعب استاد القاهره، وايضا مشوار منتخب، لان ضيفنا الكريم في هذا اللقاء واحد من اصحاب الخبرات التدريبيه الكبيره سواء داخل او خارج مصر، وخاض تجربه تولي مهمه المدير الفني سابقا لمنتخب بوروندي، فضلا عن توليه في مراحل سابقه ايضا مهمه المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في نادي المقاولون العرب. خلونا في بدايه هذا الحوار نرحب بضيفنا في الاهلي الليله الكابتن محمد لطفي نسيم، المدير الفني السابق لكل من منتخب بوروندي الاول لكره القدم وللفريق الاول بنادي المقاولون العرب. كابتن لطفي نسيم اهلا بحضرتك. اهلا بك، وسعداء بوجود حضرتك معنا. انا اللي سعيد جدا ان انا تواجدي مع قناه عملاقه لنادي عملاق، يعني قناة النادي الأهلي. أهلا بيك، وإن شاء الله دايما نستمتع بلقاءات قادمة لحضرتك معنا من خلال شاشة قناة الأهلي. شرف. بداية بشكل عام حضرتك شايف إزاي مستوى المنافسة والمستوى الفني للبطولة الأفريقية؟ هو حضرتك طبعا قبل أي حاجة لازم نشكر الناس المسؤولين على تنظيم البطولة، لأن أنا كمصري لفيت معظم دول أفريقيا، سعيد جدا 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 بالمستوى اللي وصلنا ليه في تقدم. يعني انا بقول ان البطوله الافريقيه دي مرشحه ان احنا نعمل كاس عالم، ايه اللي ناقص؟ وفي نفس الوقت يعني بشكر المسؤولين من فخامه الرئيس ومعالي رئيس الوزراء ورئيس ووزير الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم، وبخص بالذكر الفاضل محمد فاضل. دي حاجه جميله جدا، وسعيد جدا ان انا كمصري فخور بالمستوى اللي احنا فيه ده. وطبعا حضرتك الكرة يعني مش كلها فوز، يعني برضك أنا لازم نشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على مجهوداته، إن احنا برضك في خلاله دخلنا كاس عالم ووصلنا النهائيات. فمش كل حاجة في الكرة يا فندم لازم نكسب، في مكسب وخسارة، بس هو الخسارة بتاعتنا إنها جت على أرضنا وبطريقة مش احنا حبيناها كجمهور مصري بيعشق كرة القدم. أنا طبعاً ما بعلقش على كلام حضرتك، لأنه حضرتك بدأت بمقدمة شاملة لكل الموضوعات اللي ناويين نتكلم عنها واللي عايزين الوقت يتسع لها إن شاء الله. عندنا أسئلة كتيرة في كل الاتجاهات اللي حضرتك أشرت إليها، ومنها التنظيم وحفل الافتتاح الرائع، وإن شاء الله يكتمل بحفل ختامي رائع للبطولة ونهاية البطولة يوم الجمعة القادمة. كل ده هنصل إليه إن شاء الله خلال الحوار. هرجع تاني للسؤال اللي وجهته لحضرتك في البداية، المستوى الفني، هل البطولة قوية فنياً ولا لأ؟ هو حضرتك دي أول مرة تنظم فيها 24 فريق، طبعا مصر صدفتها بنجاح. لما يكون 24 فريق، لو كانوا 16 كان في فرقة مش هتوصل، يعني في فرقة ما كانش هتوصل، لكن الحدث اللي هو مفاجئ لينا كله مدغشقر. يعني طبعا ليه مدغشقر تحديدا؟ مدغشقر أن دي يعني بيسموها أن هي دولة في الجنوب الغرب الأفريقي، يعني في شرق أفريقيا، ما شفناهاش في الخريطة قبل كده الكورة، لكن فوجئتنا. ودي من مميزات البطولات الأفريقية، النغمة بتاعة إن الناس الفرق الكبيرة دي كلها، لا، الكورة في أفريقيا بتتقدم بطريقة كبيرة قوي قوي، وإحنا مش واخدين بالنا. هل هي أكبر مفاجآت البطولة فنيا؟ أيوة هي، لأن حضرتك يعني أول مرة تسمع عن مدغشقر. يعني إحنا عرفنا مدغشقر ده من رئيس الاتحاد الأفريقي، لكن بس واجهناها في جولات سابقه في تصفيات امم او تصفيات كاس عالم. حضرتك بتقول كان بشكل تاني، كان منتخب متواضع في الوقت ده. يعني انا بروندي برضك دوله، يعني منتخب كده كنت ليا الشرف ان امثلهم، يعني مدغشقر كنت بكسبها هنا وهناك. يعني حتى بالحضرتك رغم ان بروندي مش مصنف زي الدول كده. فطبعا البطوله الافريقيه دي حصل فيها حاجات مفاجآت، منها مدغشقر ومنها انديه كبيره. يعني لما تيجي تبص مثلا، انا كان ليا حديث في التلفزيون من اسبوعين، كنت متوقع ان النهائي بين مصر والسنغال او الجزائر والسنغال. الجزائر يعني لو بديت بيها، اولا انا سعيد بيها ان هي كدوله عربيه، المدرب بتاعها جمال الماضي مواطن، ونفس الفرقه بتاعه السنغال مواطن، يعني علي السيسي المدير الفني. ايوه علي السيسي مواطن، فلا يعني ده المدرب الوطني بيبقى عارف كل حاجه،
عن فرقته. مش كل حاجة فنية، في حاجات نفسية بتخلي اللعيب ده. هو كمان من المفارقات اللي الاثنين سيسي وبالماضي اتولدوا في نفس المدينة في فرنسا في نفس العام عام 76، يعني في أرقام كتير قوي متشابهة يعني. وبالماضي ده بلاش 10 أشهر مسك فرقة الجزائر. الجزائر يعني السنغال مصنفة يعني في المجموعة الأولى في أفريقيا يعني، ونفس الشيء الجزائر. لما نحس إن أنا بشوف فرقة بتلعب كورة يعني حضرتك تمتعك، يعني عارفين كل حاجة. وهو سره الوحيد إن هو بيتعامل سيكولوجيا مع اللعيبة كويس أو 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 عكس بعض فرق أفريقية بيبقى اللعيبة محترفة بره والسيلري بتاعها عالي، ما بتلعبش إلا في الفلوس حتى لمنتخب بلدها. أيهما أفضل، المنتخب الجزائري أم السنغالي؟ صعب أقول على حضرتك، لأن توقعات حضرتك إيه للنهائي؟ أنا أتمنى الجزائر، بس هيبقى مباراة صعبة، المستوى متقارب، رغم إن حضرتك يعني في مباراتك في المفارقات إن هم كانوا في مجموعة سيل اتنين والجزائر فازت عليها واحد، خدت بال حضرتك؟ فلو لقيت منتخبات كتيرة طالعة من تحت كده هتلاقي نيجيريا. نيجيريا كسبت بروندي 1-0 بالعافية. بروندي اتعادلت مع الجزائر في قطر ماتش ودي 0-0. بشوف ان الفرق دي بتتقدم شوية بشوية، وده مفهوم كرة القدم، ان انا بطلع ستيب باي ستيب. فهم وصلوا النهايات. لما تيجي تشوف ان مثلا منتخب تونس لعب 3 مباريات خد 3. طب خلينا شوية مع المباراة النهائي قبل ما حضرتك تنتقل للحديث عن المنتخبات الاخرى، وهرجع لتجربة مدغشقر اللي حضرتك اشدت بيها في البطولة دي، ونشوف ازاي نحاول نلتفت لها ونشوف المنتخبات اللي كانت ظروفها فنيا متواضعة في البطولة انها تستفيد من تجربة منتخب مدغشقر من خلال تحليل حضرتك للفارق النوعي اللي شفته في الاداء، ايه اللي خلى فنيا منتخب مدغشقر افضل. منتخب الجزائر حضرتك قلت، منتخب السنغال المستوى متقارب جدا والمباراة صعبة حسب توقعات حضرتك. مين اللي حضرتك شايف انه ممكن يرجح كفة فريقه اكتر؟ مين اللي حضرتك شايف ان شغله الخططي والتكتيكي اعلى وان هو كمدير فني قد تكون كفته ارجح، جمال بالماضي ام اليو سيسي؟ هو طبعا في حاجة تمنيات بنعملها، لان فرقة عربية برضك بنحب ان احنا الجزائر. المدرب بتاعهم بقاله 4 سنين معاهم بتاع ليونيس سيسي مدير فني، مدرب كان لعيب برضك اسمه كبير، بيعرف يعني. هو حتى الفرقه دي مش كلها محترفين بره، ودي مهمه جدا جدا جدا، ودي الحته اللي هي تعبتنا احنا في النهائيات. يعني لو جينا التاريخ القديم لمصر، معلش برضك بنطر عشان نجيب الحديث، ايام الكابتن جوهري الله يرحمه، استاذنا الكبير رحمه الله عليه، في 89 رحنا هنلعب 16 فرقه، قال لك احنا نطلع 13 وخدنا البطولة. خدنا البطولة سنة 98، بطولة 98 صح؟ حضرتك بتشير لبطولة 98 اللي فوزنا بيها. لا 89 98 98 كأس الأمم الأفريقية 98 اللي فاز بيها منتخب مصر، اللي كان الكابتن الجوهري رحمة الله عليه مش عايز توقعات، مش عايز يعلي. حضرتك بتتكلم قبل كأس العالم؟ ايوه. يبقى بطولة تانية بنتكلم غير 98، لأن البطولة اللي قال فيها هنطلع الأخير دي كانت 98. بعدين يعني المدرب هو كل حاجة. يعني ايه المدرب كل حاجة؟ انا هديك تجربة بسيطة عندي. انا لما كنت في بروندي رحت 6 سنين عن طريق وزارة الخارجية وتعاقد شخصي من هناك. بقول لحضرتك كنت بدربهم 2 يوم في الاسبوع، ودي اول مرة تحصل في تاريخ مدرب، لان المستوى بتاع الاخوة المدربين هناك ما يرفعش المستوى. لعبت بيهم نهاية كاس افريقيا 2014 في جنوب افريقيا، الشان اللي هي ويزاوت بلاير بروفيشنال. خدت بال حضرتك؟ لعيبة كان بيجولي بالعجلة. رحت جنوب أفريقيا لقيت لعيب عندي جايلي بعربية لا داعي ذكر اسمها، كبيرة جدا كبيرة جدا. فاللعيبة الفقيرة من محتاجة بتقدر تتحمس في التمرين وتسمع كلام. يعني ما كانوش بيقولوا لي يا كوتش، بيقولوا لي يا دادي. مشيت من بروندي 2015 عندي 32 لعيب محترف. رئيس الجمهورية كان يقول ان لطفي نسيم ده دخل قومي للبلد. خدت بال حضرتك؟ فاللعيب والمدرب هو كل حاجه. لما اللعيب يحس انك انت ابوه، انا اقول لهم انا بفتح لكم الباب وانتوا خشوا فيه. ده بالنسبه لبروندي. وبالمناسبه المدرب اللي هو بتاع بروندي ده كان المساعد بتاع مستر ريفيا. شباب صغير بيجوله بالعجله، بيجوله بالعجله، الوقت عربيات وبتاع، لان هم محتاجين الفلوس. ومنهم بقى احترفوا
اللي في مانشستر سيتي شباب، واللي بيلعب في شبيبة القبائل هنا، واللي في الجزائر، واللي هنا، واللي هنا، انتشروا كلهم. وفي تيرانا بيلعب في تيرانا لعيبة ابتدت نعمل معاهم بقوا لعيبه كويسين. فانا بتكلم طب ليه ما كملوش يعني بعد نهايه تجربه حضرتك معاهم، ما دام عملت طفره وعملت نقله للافضل، وحضرتك قلت وصلت من ما فيش محترفين الى ان الفريق بالكامل المنتخب بالكامل محترف. ازاي ممكن رواندا وبوروندي والدول اللي على نفس المستوى فنيا مستواها يرتفع في الفتره الجايه ونشوفها اقوى في المناسبات؟ حته مهمه جدا يا كابتن محمد، الماده. انا اقول لحضرتك انا عشان ما عملتش ماتش تجريبي، انا الماتش التاني بتاعي بلعب مثلا، انا اخر ماتش كنت بلعبه في السودان، تعادلت مع السودان ولعبت هناك ضربات الجزاء ودخلت بطوله افريقيا. بعد كده قبل كده كان كينيا وكان كوت ديفوار والحتت دي كلها والفرق دي كلها، الامكانيات ما اعرفش اعمل ماتش ودي. فكنت بتعتمد على الناحيه النفسيه، وناحيه نفسيه يعني في دوافع عند اللعيب، دوافع في دوافع ماديه، دوافع نفسيه، دوافع ادبيه، الحاجات دي كلها نجحتني. يعني انا سبت المنتخب هناك لاختلاف مع رئيس الاتحاد اللي هو موجود دلوقتي، وباختلاف ان هو يعني عايز يجبر اللعيب معانا، وانا ما اسمحش لنفسي كده واختلفنا. لكن لما رحت لهم انا المعسكر هنا وفرحانين جدا. حضرتك بتقصد يفرض عليك حاجه فنيه، يفرض عليك لاعب حضرتك شايفه لعيب جايبه من كندا ما بيقدرش، قلت له لا ما ينفعش، ذيس ماي جوب، ده شغلي انا مش شغل حضرتك. رفضت اي تدخل فني بالظبط كده يا فندم، ودي المفروض يبقى الواحد ايه كرامته كده. نرجع مرجوعنا بقى للجزائر. الجزائر فرقه بتلعب كوره اوروبيه، انت عارف حضرتك كوره اوروبيه اللي احنا بنتمتع بيها. ما بيلعبوش اتنين في نص الملعب، بيلعبوا ثلاثة في نص الملعب. يعني احنا عندنا هنا مفهوم ان انا موضة العب اربعة اتنين ثلاثة واحد، حتى لو الستاندر بتاع فرقتي انا بلعب نادي الاهلي كبير وانا فرقة متوسط بلعبه بنفس الوضع فبتغلب، خدت بال معليك؟ فانا هم قاريين الفرق كويس قوي قوي قوي، فهم بيلعبوا في نص الملعب بيمتلكوه عندهم، بيبدأوا الكورة من ورا، حتى الحارس المرمى بيبدأ برجله عشان يبدأ يحضر الهجمة معاه من النص ومن العمق ومن على الاطراف. ودي الكره الحديثه. يعني في حته حضرتك انا مش بتفلسف فيها، دي وضع طبيعي، يعني الناس العالم كله بيلعب بحاجه اسمه سترايكر الخفي. احنا ما عندناش في مصر سترايكر. طب ما اوروبا كلها عندها لعيبه اجانب، لان احنا عندنا السترايكر المعقول عندنا احمد عادل بتاع المقاولين اللي راح بيراميدز ده، بس برضك اتاخد عن طريق ضغط جماهيري هو وكذا وكذا. حضرتك بتقول احمد علي اللي هو هداف الدوري الموسم ده 18 هدف وراح مع منتخب مصر، ولكن مشاركته كانت لدقائق قليله جدا. يعني لو حضرتك برضك تسمح لي، ايه الفشل بتاعنا احنا؟ احنا ما عدناش المنتخب كويس. كابتن جوهري لما خد الفرقه بتاعته لغى الدوري ودخلنا كاس عالم، لان احنا لكن دلوقتي الاحتراف الشركات اللي بتدفع، يعني حضرتك ما تلاقيش ماتش الاهلي والزمالك في سيم تايم في نفس الوقت. ليه؟ عشان جماهير والاعلانات والحاجات دي. كوره فيها احترام، فالدول الصغيره دي ما تقدرش توصل للمراحل دي. بس دايما يا كابتن لطفي في اختلافات فنيه، يعني وقت ما الكابتن جوهري رحمه الله قرر انه يبعت منتخب بديل او منتخب به يلعب في نهائيات كاس الامم الافريقيه قبل كاس العالم عام 90، في ناس وافقت على ده وقالت يبقى فريقنا نجهزه افضل عشان ما يبقاش فيه اصابات، وناس اختلفت مع ده قالت انا كنت مؤهل ان افضل احتكاك واعداد لكاس العالم يبقى البطوله الافريقيه، وكنا مؤهلين جدا بنجومنا في سنه 90 ان احنا ناخد كاس الامم. معليك يعني دايما في اختلاف في وجهات النظر على الامور دي، لكن هو ما كانش حد يجرؤ ان يقول له لا. طبعا هو كان شخصيته قويه جدا، عشان عارف، مش حكايه شخصيه بس، عشان هو عارف اللي بيعمله. فهي الحته دي كلها ان احنا ما خدناش بطوله في الطم. هقول لحضرتك على حاجه، النادي الاهلي النادي الاهلي كان زمان ما يخش بطولات افريقيه. ليه؟ كان لعب ده جامد قوي بيكسروا اللعيبه. احنا كنت في مقاولين مساعد لمستر مايكل لما ابتدينا نشتغل وخدنا بطوله افريقيا كده، فالانديه كلها ابتدت تقول الله ده المقاولين اللي لسه طالع بياخد بطوله افريقيا. ما كانتش في حوافز، كان في مصاريف كتيره قوي على الانديه. يعني مثلا تيجي بنادي زي النادي الاهلي، جميع الالعاب كلها اللي بيلعبوا 75 و90% من اللعيبه في جميع الالعاب من النادي الاهلي والزمالك في المنتخبات كلها، بيصرف عليهم منين؟ بيصرف عليهم منين؟ يعني حتى الدوله بتساعدهم بجزء وكده، لكن الملايين دي كلها هي ارباح كره القدم، من كره القدم. انت بقى حضرتك، فلما نرجع مرجوعنا ان الجزائر دي بيلعبوا كوره بيحضروا من ورا، ودي مهم جدا جدا. يعني الناس يقول لك ايه خير وسيله للدفاع الهجوم، لا انا بحضر الدفاع ده وعندي انا اتحرك ازاي واعمل ازاي ويفتحوا ملاعب. والفرق التانية بقى عندها لعيبه مميزه زي السنغال على المستوى الفردي،
القدرات المهارية لاعبي السنغال، لكن خططيا حضرتك شايف منتخب الجزائر أفضل. أفضل، بس هو المدرب اللي بيقدر يعني مثلا يخلي اللعيب يشتغل على حساب يعني الفرقة. يعني أنا حضرتك دربت الفريق أول ما قلنا عرب، ودربت أندية في الخليج كتير قوي، ودربت منتخب. في فرق بين المنتخب والنادي، بمعنى أنا كفريق برايح نادي عندي 30 لعيب أو 25 لعيب، بعمل الطريقة اللي تناسب اللعيبة لإمكانياتها اللي عندي. لكن المنتخب أنا كل ماتش بغير الفرقة كلها أنا عايز. طب هم تقابلوا في الدور الأول والجزائر كسبت 1-0، ده في صالح مين في النهائي؟ هل هو مزيد من الدوافع ورفع معنويات نجوم منتخب الجزائر وإنهم عندهم ثقة في نفسهم قبل الماتش الفاينل، ولا ده لصالح منتخب السنغال إنه هيستفيد من دروس المباراة اللي فاتت؟ الحتة دي عندنا إحنا في مصر، هم لأ، لأن هم أصلاً بيحتكوا بفرنسا وأوروبا كتير قوي، فعندهم الاحتراف واللعب أوروبي. بمعنى أنا الحتة دي أنا كسبتهم، طب ما أنا كسبهم وأنا ألعب أن أنا كسبت واتغلب. لا، هم نسوا الموضوع ده، فبيبتدوا يفكروا أنه إزاي يفتحوا ثغرات في ديفنس. يعني حتى أن كولوبالي أحسن أغلى لعيب مدافع في الدنيا كلها بتاع السنغال موقوف، فدي فرصة كويسة للجزائر أن هي تقدر تخلص الماتش. لكن هعتقد انا هيبقى شوط اولاني متحفظين فيه، لان ما فيهاش تعويض. يعني مجموعات بقدر اكسب ماتش واتعادل ماتش. تونس دخلت بثلاثة بونت وتحسن ادائها وطلعت من نيجيريا في وكانت كانت افضل. يعني انا اتمنى انها ان شاء الله بكره هتلعب مع نيجيريا بردك على الثالث والرابع، لان اي حاجه فيها حاجه عربيه الواحد بيبقى سعيد بيها. يعني حضرتك شايف المنتخب تونس كان افضل من بيتحسن بيطلع. يعني هو واخد 3 بونط من 3 ماتشات ما جابش جول، وطلع في المجموعه دي احسن ثواني وثلاث وراح دخل، تحسن اداء ولعب. والماتش اللي هو اتغلب فيه دوت يعني هي واجهه السنغال. حضرتك بتتكلم عن السيمي فاينل مع السنغال، هل حضرتك بتقول ان تونس كانت افضل من السنغال في قبل النهائي؟ يعني شوف انت ضربه الجزاء ده يعني بتغير. وبالمناسبه يعني دي حضرتك يعني مشاهير العالم كله ضيعوا ضربه الجزاء. روبوت باجيو في كاس العالم ضيع، ومارادونا ضيع، بلاتيني ضيع، كابتن محمود الخطيب الاسطوره الكوره في الدنيا كلها، انا واحد من الناس بعشقه ولعبت معاه يعني، ضيع كل حاجه بتضيع. فهي الفكره ما فيش نجم في العالم في تاريخ كره القدم ما ضيعش مره ضربه جزاء حضرتك يعني عالميا يعني. فالسنغال فرقه بتلعب كوره تمتعك، والجزائر نفس الشيء. فلو هم يكونوا ستاندر واحد ده، يا اما تتمتع يطلع مباراه واحد يخطف جون ضربه جزاء حاجه زي كده. لكن انا شايف بعد دور الثمانيه المستوى ارتفع جدا جدا جدا. يعني مدغشقر دخلت. هل الفرق الاربعه اللي وصلت للسيمي فاينل كانت الافضل في البطوله والاحق؟ الجزائر والسنغال طبعا بما ان حضرتك اتكلمت عنهم، ونيجيريا وتونس، هل هي افضل فرق قدمت مستوى في البطوله؟ نيجيريا كسبت بروندي 1-0 بالعافيه، بروندي كانت هتكسبها 3. فده بيدلك ان الفكر المدرب واللعيبه الاستاندر بتاعهم بيرتفع مع معنويات الفوز. فطلعوا وصلوا لعبوا الماتش اللي غلبوا، لكن هم كانوا احسن وكانوا حلوين في ماتش الجزائر. تونس نفس الشيء، ارتفع مستواها من كذا لكذا. لا كمان بدايه المنتخب التونسي يمكن كانت اقل من بدايه المنتخب النيجيري. يعني الناس كان في انتقادات حاده جدا، والتعديلات الناس بدات تشيد بيها من دور ال 16 امام غانا. هو انا حتى المدرب بتاعهم الفردي دوت مدرب عظيم قوي، الانجريس. انا لعبته مره في بطوله اسمها الثقافه في وسط وشرق افريقيا، 13 فرقه، وهو كان ماسك زامبيا. انا مش بتكلم عشان اكسبته، مدرب عظيم جدا وفاهم وشاطر وليه باع في افريقيا. والمغرب يعني كسبت الثلاث ماتشات زي احنا ما كسبنا الثلاث ماتشات، لكن ما كملوش. ليه منتخب المغرب خرج مبكرا من البطوله؟ كان عندهم مشاكل في بعض اللعيبه، يعني حصل مشاكل اداريه كده مع اللعيبه مع المدرب، والمدرب ده شخصيته قويه جدا جدا جدا. يعني انا كنت زمان بفتكر ان مستر كرامر جه عندنا في مصر هنا، كان ليه شخصيه غريبه، مستر هيرجوت، شخصيه غريبه. ايه هي الشخصيه؟ ان انا ما بحبش حد يتدخل في شغلي. يعني مثلا بتاع منتخب مصر مستر هيجيري ما كانش حد بيتدخل في شغله ابدا، هو الراجل الاسيستنت بتاعه، والناس كلها ظالمه كابتن هاني رمزي، رغم ان هو من المدربين على مستوى عالي جدا جدا جدا، لان هو كان اشتراكه في التشكيل والحاجات ده ليميتد، محدود. حتى الكابتن احمد ناجي هو اللي بيقول وبيعمل، لكن الراجل ده كانت شخصيته قويه، ودي
كانش صالح الفرقه منتخب مصر، لان انا لما اكون عندي يعني انا اشتغلت مساعد لمستر مايكل، مساعد هو مدرب وانا مساعد ومدرب حراس المرمى في نفس الوضع، انطوان بن وكابتن علاء خليل ومحمد يونس. وبمناسبة كابتن طارق سليمان ده انا مرنته عندي في المقاولين يعني، وانا برشحه. هو كان كمان حارس متميز وهو مدرب حراس مرمى، هو اصلا جاي من الاهلي عندنا وكان واقف على حلو، وهو احمد صابر كان وهو مدرب عظيم جدا يعني، رشحه ياخد حقه يعني، انا رشحه مش بقى كده، رشحه ياخد حقه في منتخب مصر. فهي العمليه حضرتك كلها المدربين فاهمين لعبتهم كويس قوي. طيب هنرجع لمنتخب مصر بعد قليل ونتكلم عنه في مساحه من الحوار ده مخصصه لرؤيه حضرتك الفنيه ليه منتخبنا ودع البطوله مبكرا في دور ال 16. لكن هرجع للي بدات بيه حضرتك هذا الحوار، قلت ان لك ملاحظه انه بطبيعه الحال مع زياده عدد المنتخبات اللي بتشارك في البطوله الى 24 منتخب ان ده اثر فنيا وخلى في بعض الفرق في بدايه البطوله ضعيفه فنيا، صحيح؟ حضرتك رأيك ان ده اثر بالسلب على انطلاقه البطوله فنيا، المستوى الفني في مجموعه المباريات في الدور الاول. بالظبط. طيب خلونا نشوف تفاصيل اكتر عن مشاركه 24 فريق ومدى اتفاق محتوى التقرير التالي او اختلافه مع ما طرحه الان الكابتن لطفي نسيم. لا هو طبعا مفيد جدا لان هو قدم لنا يعني منتخبات اخرى يعني بنين ومدغشقر وموريتانيا ويعني تنزانيا مثلا، المنتخبات اللي هي كانت بتلاقي صعوبه جدا ان هي توصل. بس الفلسفه الموجوده دلوقتي في العالم كله ان حتى في الفيفا زياده عدد المنتخبات عشان ناس ثانيه تخش تحت النور وتأدي وتقدم نفسها، وبعدين بقى قادره ان هي تواصل ولا مش قادره دي قضيه تانية. لكن انا طبعا انا شايف ان هي افادت الكره المصريه، لان طبعا احنا يعني وخلت في يعني لكل منتخب خصوصا في دور المجموعات بيبني على المنتخبات الاخرى المشاركه ان هو يقدر يستهدف الدور الثاني والدور اللي بعده. فيعني لا في مستوى ادى مستويات، ويعني عشان ما يبقاش البطوله فيها بس نيجيريا والسنغال وتونس ويعني المنتخبات الكبيره بس، والا يعني دي هتبقى مساله سخيفه جدا. والله فنيا يعني قدمت لنا مفاجآت، يعني مش عايز اظلم الفرق الصغيره اللي بتشارك لاول مره. انا عندي مدغشقر لما توصل لدور الثمانيه واول ظهور لها في بطوله افريقيا اعتقد انجاز كبير. بنين واللي عملته اعتقد ان برده كانت كبيره، ده بتطلع المغرب اللي كان داخل بطموح كبير ان ياخد البطوله. لا الفرق الصغيره برده لا قدمت وجهها بشكل، والبطوله اديتها فرصه ان تقدم افضل ما لديها في بطوله افريقيا. اعتقد لا هي خدمت الكره الافريقيه بشكل كبير زياده العدد. لكن ضر البطوله ايه؟ خمتها في هذا التوقيت، لان في الاخر من ساعه البطوله اخويا شريف ما بدا 57 حتى الان بتلعب يناير فبراير، يعني جو شتوي تماما. النهارده لا جو صيف، حراره مرتفعه، رطوبه مرتفعه، اعتقد فرقت كتير بدنيا مع اللاعبين ونهايه موسم كل ده. احنا بينه وبينك جميلنا فيها الكره الاوروبيه على حساب الكره الافريقيه، ريحنا الاوروبيين تماما اللي هم عايزينه عملناه. لكن في النهايه لا اللعيبه تاثرت كتير، واعتقد لعيبه كتير ما ظهرتش بمستواها لان فعلا خرجوا مجاهدين جدا من نهايه موسم شاق سواء في اوروبا او في غير اوروبا. كويسه بس صعبه، وخاصه مع التوقيت وشهر كتير في الصيف واجهاد. انا اعتقد الاتحاد الاوروبي نجح ان هو يصدر لنا مشكله مع الاتحاد الافريقي. اللعب في شهر 6 و7 صعب جدا جدا جدا، اتمنى وخاصه في الفتره اللي جايه كاميرون كوت ديفوار غينيا حراره اعلى. يعني انا اعتقد ان الصيف صعب. مدرب مش نفس المستوى، يعني في فرق مش مستوى خالص، وكان في فرق مفاجاه زي مدغشقر كان مفاجاه. ما شفتش مدير فني غير بتاع الجزائر بالماضي. هو مفاجاه يعني بصراحه، ما شفتش مدير فني قاعد بره بيدير ماتش بفنيات عاليه. بالتاكيد انه ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. النهارده يعني انت لو انت بتتكلم كافريقيا عايز توسع قاعده الممارسه، عايز المنتخبات الاقل شويه تبقى عندها احتكاك، لانها بدون يعني زياده هذا العدد لن تستطيع التاهل. انما خليني اقول لك النهارده فرقه زي مدغشقر ظهرت يعني دور الثمانيه واول مشاركه ليها، لو اعتقد لو كانوا
16 منتخب زي الدورات السابقه ما كانش ممكن، كان ممكن ما نشوفه او كان ممكن نشوفه. بس خليني اقول لك انه برضه حتى المنتخبات بوروندي كينيا ظهرت بمستوى جيد، فبالتالي النهارده شفنا كل المنتخبات. انت عرضت القماشه اللي عندك في افريقيا، ده ممكن يبقى جلب يعني او استقدام بتصدر حاجه للدوريات الاوروبيه، بتشوف لعيب كويس في منتخب معين، ده بيسري بالتاكيد القاره السمراء. النهارده انك 24 منتخب عندك في الدوله، ده بيتكلم عن رواج سياحي كبير جدا، بتكلم انك انت وبتستضيف هذه البطوله وانت رئيس الاتحاد الافريقي كمصر كدولة مصر، وإعلان الرئيس أسوان عاصمة أفريقيا في هذا العام، ده ليه مدلولات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والمستوى، إنك أنت ترجع تاني الرائد لأفريقيا اللي كانت للأسف بعدت عنك كتير في السنوات السابقة. بصراحة شديدة، اللي خرجوا في الدور الأولاني تحس إن هم داخلين ضيوف شرف، واضحة جدا يعني المستوى مش هو. شفنا طفرات بسيطة، شفنا مدغشقر هي الحاجة الوحيدة اللي حصلت، ما أعرفش، حاسس إن الأمور فيها شوية مجاملات شوية. 16 كان أحسن، حتى تحس إن، خلي بالك في جزئية مهمة جدا، إن كتر المباريات بتخلي الأمور الفنية بتتصاعد من تحت لفوق، فده اللي خلى المباراة تطلع مباراة هزيلة للغاية، مباراة غير جيدة، لان الطرف الثاني طرف ضعيف للغايه، وطرف بيموت اللعب، طرف ما عندوش الفعاليه الفنيه ولا عنده التكتيك الفني اللي بيخلي الفرقه الثانيه ايه اللي بيخلي المباراه حلوه. تلاقي الفرقتين في تكافؤ، في احترام للفرقتين، مش في فرقه ضعيفه وفرقه قويه، الفرقه الضعيفه عارفه انها هتتغلب، الفرقه القويه عارفه انها هتغلبها في اي وقت، فبالتالي الاحترام ما بيكونش موجود، فبالتالي المستويات كانت اقل من المتوسط. جيل مفيد يعني بصراحه، ماتشات كتير، انت كمان عندك مشكله، انت بطولة افريقيا في مصر يعتبر من احسن جو في افريقيا والناس بتشتكي، انت البطولة جاية في كاميرون واللي بعدها في كوت ديفوار، الناس دي الناس هتموت، فالماتشات كتير، الماتشات كتير، والماتشات عملت ملل شوية من كترها. يعني احنا كنا في بطولة افريقيا متعودين مجموعات دور 8 قبل نهائي كانت في اثارة، لا مع ويزيدوا كمان، بس ولكن انا بقول عدد المنتخبات القارية عندنا كام، عددهم ما يسمحش بال 24، ال 16 احسن، لان بطولة كأس الامم الافريقية في مصر انطلقت يوم ما لعبنا دور ال 16، دور التمهيدي دوت ما كانش له اي لازمه بالنسبه لنا. لا مع طبعا، مع زياده الرقعه دي، لانه البلاد منفتحه، الجوهري العظيم رحمه الله حذرنا من مدغشقر في تسعينات القرن الماضي، مدغشقر وجزر الرأس الأخضر اللي هي كاب فيردي، والناس تلو قالوا الراجل ده بيقول أي كلام وكذا وماذا. الآن مدغشقر في دور الثمانية يا صديقي العزيز، وبالتالي القوات الكروية العظمى في أفريقيا بتزيد مساحتها، لأن عندهم حلم الاحتراف، عندهم طموح الاحتراف، سواء في دورياتهم أو في خروج سلعتهم اللي اسمها لاعب كرة، اللي بتدخل للاستثمار والسياحة الكثير، وكلنا شفنا ده. بشوف ان هو كويس، لكن كان الى حد ما مرهق لكثير من المنتخبات، مرهق للجنة المنظمة، لكن مصر كانت قدها، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا ننظم بشكل كويس، وما كانش في شكاوى طبعا كثيرة من ضمن الحاجات اللي حصلت، لكن يعني اعتقد ان لازم يتم اعادة النظر فيها. انا شخصيا مش مع لأنها مكلفة ماديا، إلا إذا كانت لاكاف تفتح مستقبلا إمكانيات تنظيم مشترك أكثر من دولة ممكن، ولكن المستوى الدول القادرة على تنظيم دورة بهذا الثقل فهناك 5 أو 4 دول على مستوى القارة. كابتن لطفي نسيم، تعليق حضرتك على محتوى التقرير فيما يتعلق بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في النهائيات. هو طبعا حضرتك يعني هي دي أول مرة تحصل، هي حلوة ومش حلوة. يعني اللي دخل هم 4 أو 6 فرق تانية أو 8 فرق تانية، هم 8 فرق زادت عن البطولة، ما كانوش هم هيوصلوا، مش إضافة فنية للبطولة بالظبط كده. يمكن هي اللي خلت الحتة بقى حلوة، يعني مدغشقر عملت شو كويس، كسبت فرق يعني كان ليها أداء كويس، وده طبعا. وموريتانيا، موريتانيا برضك، موريتانيا دي حضرتك أنا لعبتها 3 مرات، مجانين كورة، مجانين كورة، يعني في الشان دي الأخرانية دي غلبتهم 3-1 هناك، بقيت برعوا عشان المنتخب، بس برضك
ما ظهروش بمستوى مدغشقر. خش بقى كينيا، تخش اوغندا، تخش تنزانيا، تخش الفرق دي اللي دخلت دي كلها، انت عارف حضرتك زي ما يكون واحد واخد دور بطوله، واحد واخد دور رابع يعني مش تاني. يعني هي المفاجاه الوحيده او الفريق الوحيد اللي ممكن نقول ان اداؤه اعلى من التوقعات اللي سبقت البطوله بالنسبه للمنتخب نفسه، او كان الحصان الاسود للبطوله هو منتخب مدغشقر بالظبط كده، اللي ظهر بمستوى اكثر او اقوى بكتير مما توقع، احرق فرق كتيره يعني. ايه اللي عملوه؟ ايه اللي حضرتك شايف انه طفره في اداء منتخب مدغشقر، لانه ظروفه متشابهه مع بعض المنتخبات الاخرى فنيا خلال الاعوام اللي فاتت، عشان نوصل بمستويات بوروندي وتنزانيا وموريتانيا وكينيا لمستوى مدغشقر؟ ايه اللي احنا ممكن نستفيد بيه من تجربه مدغشقر؟ هو حضرتك طبعا يعني نمره واحد تواجد الاستاذ احمد رئيس الاتحاد الافريقي، لما يكون هو رئيس الاتحاد الافريقي اكيد هيبقى فيه دعم من الدوله، ده رئيس الجمهوريه جه يلعب يتفرج على مباراه، الحاجات النفسيه دي كلها، وبعدين معاهم مدرب كويس بقاله فتره معاهم، عملوا يعني اعداد كويس وقفلوا على نفسيهم، وبعدين هم ما عندهمش حد محترف بره الا سبعه بيلعبوا في سكند ديفيجن في فرنسا، مستوى الثاني في فرنسا، فكل دي طموحاتهم ان هم بيجي يلعبوا في بطوله افريقيه في مصر والناس تعرفهم، عايز يلعب في فرق مستوى اعلى، وفي منهم لعيبه يعني انا عرفت في منهم لعيبه راحوا في فرق في فرنسا، منهم لعيب راح سانت تيان، واحد راح باريس. حضرتك بتقول جالهم عروض خلال البطوله والمستوى هم كتبوا بيه. حتى كتبوا الحاجات دي كلها، لكن هم اكيد روحهم وادائهم قفلوا على بعض، اشتغلوا معاه مدرب كويس، قدر المدرب ان هو يوظفهم كويس بحماس برئيس الجمهوريه بالشعب كله، لكن برضك ما وصلوش للنهائي ولا قبل النهائي. يعني انا ما كنتش يعني ايه يعني لو ده طلعوا دور الاربعه تبقى، لكن مش هيوصلوا الدور الاربعه لان برضك كبير. لكن ما زالت مفاجأة انهم كانوا موجودين بالزبط. في دور الثمانية بالظبط، هي دي الحاجة الوحيدة الميزة في الـ 24. طيب هننتقل للحديث عن منتخب مصر، عايزين نتكلم الأول على مستوى التنظيم قبل ما نتكلم عن الجانب الفني اللي كان أقل من توقعاتنا وكان محبط لينا جميعا، لكن مستوى التنظيم الكل أشاد به، وحضرتك بدأت الحوار ده كمان بالإشارة إلى نجاح البطولة تنظيميا وإداريا، وإنها بتؤهلنا لاستضافة بطولات أكبر وأحداث عالمية على مستوى الرياضة وكرة القدم بشكل خاص. شايف إزاي افتتاح البطولة ومستوى التنظيم حتى الآن؟ هو طبيعيا في الحياة كلها المصري جبار. انا يعني جبار دي حاجه مش وحشه، حاجه جميله قوي. لما انت تعمل في 75 يوم اللي اتعمل ده كله، يعني انا مش عايز اتكلم بس يعني انا الاستادات بتاعتنا كلها ممكن تلاقي فيها حفر تتفرج عليها من جوه من بره، وبتيجي غرف اللبس ولا اوروبا، فالحاجات دي كلها كان دعم من الدوله، والدوله لما بتيجي تدعم حاجه وليها مزاج تنجحها هتنجحها. وبعدين احنا شعب بتاع المستحيل، يعني شعب المستحيل اللي بنى الهرم واللي عمل حرب اكتوبر والحاجات دي كلها، شعب جبار، اديهم الفرصه وبان. محمد فضل لسه مبطل السنه اللي فاتت، ابهار ابهار ابهار، الكل بيشيد بادائه والجهد الكبير اللي بذله، جميل وفاهم وعنده لغات ومتطور. فاحنا يعني حضرتك انا نفسي اتفرج عليه كل يوم، حاجه جميله جميله في القرعه والافتتاح، واتفرج بقى على النهائي. فدي حاجه احنا يعني زي ما الاخوه في استرسال حديثهم قالوا ان دي بترجعنا لمصر، ان احنا مصر ام الدنيا، مصر مش ام افريقيا بس، دي ام الدنيا، احنا اللي علمنا العالم كل شيء بما فيه الطب والفلك والهندسه والحاجات دي كلها. فلما توصل لمرحله زي كده ويطلع شباب زي الورد، يطلع شباب بعد انتهاء المباراه ينظف الحاجات دي كلها، دي اللي احنا عايزينها في مصر، دي اللي هتوصلنا للعالميه. يعني احنا بنتكلم في حاجه معينه، احنا وصل الاحتياطي بتاعنا الوقت كده 48 مليار، ما كانش فيه، لان الدولار الوقت نزل لمستوى 16 جنيه و45 قرش، كان من كذا كان ب 20 جنيه، يعني احنا ماشيين في الطريق الصح. انا مش هتكلم في الجوانب الاقتصاديه خالص، دي امور عشان نناقشها، عايزه تفاصيل وعايزه انا بتكلم حضرتك على يعني عايزه شخصيات متخصصه في الامور الاقتصاديه نناقشها، لكن المعنى الجميل اللي حضرتك عايز تصل اليه دلوقتي دون ان اتطرق الى تفاصيل اقتصاديه لانها هتبعدني بطبيعه الحال لو بدات اسال حضرتك في الاتجاه ده، هبعد عن موضوع الحلقه خالص. حضرتك بتقول ان احنا المؤشرات كلها تساعدنا، مؤشرات البطوله ايجابيه، التنظيم، مستوى تامين البطوله، مستوى الملاعب، حتى الناس بتقول ان اكبر مكاسبنا في البطوله دي هي المكاسب الخاصه بالبنيه التحتيه الرياضيه في مصر.
فكره ان احنا كسبنا الاستادات والمستوى اللي وصلنا بالاستادات بتاعت مصر له خلال الفتره دي. ده مستوى جديد على الاستادات المصريه او لاول مره نطورها بهذا الشكل. عالمي عالمي. انت حضرتك لما تشوف مثلا استاد القاهره دلوقتي كده يعني بتحط كده داخل سينما ليك مكان معين ولا حاجات. وبعدين موضوع تذكرتي دي حاجه تكنولوجيا جميله حلوه قوي. انا عارف مكاني انا رايح فين، مش لازم بقى اجي من الصبح بدري عشان الحق مكاني، لا ده انا قبلها ب 10 دقايق هخش بالظبط. حضرتك تتمنى ده يتطبق في الدوري وفي الكاس بطولاتنا المحليه بعد البطوله، ان احنا نملى بقى استاداتنا بالجمهور، نبدا النشاط الرياضي والكروي يستعيد عافيته بجد في مصر. ليه لا؟ وبعدين الجمهور المصري يعني برضك عشان خاطر اخلاصه وحبه للبلد بيروح ماتشات ما فيهاش منتخب مصر، ودي شيء طيب جدا جدا عشان ينجح اسم مصر، اسم مصر اللي احنا كنا بنعشقها. دي حاجات جميله. فانا بتمنى ان شاء الله ان بس برضك بنفس السيستم نفس النظام، كل واحد داخل عارفين مين هو ده وعارفين حاجته وعارفين حاجاته كلها عشان احنا مش مستحملين قلق. والحمد لله الشرطه والجيش والحكومه كلها بس ما شاء الله تتفرج على يعني. انا رحت المدرب بتاع بروندي كان مساعد بتاعي قاعد معاه ركب اتوبيس ومبهر بالفندق اللي قاعد فيه والملاعب التنظيم والحاجات دي. انا جيت مصر معاهم هنا مع المنتخب 4 مرات كنت بلاعب منتخب مصر في معسكر كان عامله لنا ربنا يديله الصحه معالي المشير طنطاوي، وبعدين جينا لعبت 2006 منتخب مصر هنا ومنتخب الشباب مع كابتن اسماعيل يوسف، كنت انا ماسك المنتخب الاول والاولمبي والشباب. فانا كابتن احنا اتبهرنا، كان احلى حاجه عندهم روحهم ده العتبه عتبه عتبه غوص التمرين في بروند يقول لك عتبه عتبه. دلوقتي قال لك ايه ده؟ عربيه وحاجات وعربيتين بوليس قدامهم وراهم وموتوسيكلين وسكيورتي وحاجه في الفنادق تتفرج عليهم حاجات ايه؟ ودي حاجه تخلي الانسان المصري فخور. ارجو ان احنا نحافظ على الاستادات اللي اتعملت دي كلها. دور الجمهور نفسه في الفتره الجايه في مصر، الجمهور اللي بيخش جمهور محترم، جمهور مصر جمهور عشاق للكوره، بس احنا نوجهه يعني انت بتخش في الطريق من ده معروف درجه اولى يمين، بتخش من عند طريق الاستاد صلاح سالم ده درجه ثانيه مش عارف ايه معروفه وعلى الميديا. فانا اعرف بدل ما اخش من هنا اقول لي اخش الناحيه دي، طب انا عارف طريقي ودي حاجه حلوه يعني انا عارف انا اروح فين. كانت عمليه ميسره حلوه جميله اتمتعنا بيها، لكن ما تمتعناش ابدا ان احنا يكون النهايه بتاعنا في منتخب. ليه؟ على المستوى الفني حضرتك اشدت بالتنظيم وبحفل الافتتاح وبجهود الدوله في الاعداد والتجهيز لهذه البطوله، والمكاسب حتى اللي ان شاء الله هتستمر سواء عوده الجماهير للملاعب المصريه او تنظيم امور الحضور الجماهيري وتامينها بالشكل الافضل، وفي نفس الوقت المكاسب الخاصه بتطوير الاستادات والبنيه التحتيه الرياضيه في مصر. ننتقل للمستوى الفني اللي الكل قال انه كان محبط الى ابعد مدى. ليه خرجنا مبكرا؟ ليه ظهرنا بالمستوى ده وابتعدنا عن البطوله في دور ال 16؟ بدون تحيز احنا منتخب مصر محتاج المصري. كل الانجازات اللي عملناها كان بمصريين ما عدا دوره واحده كان مستر مايكل سميث، خدت بال حضرتك؟ ونوفر ملايين الدولارات بتاعتنا وعندنا كوادر جميله 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 لا داعي ذكر اسماء. ده واحد. نمره اتنين، الدوري بتاعنا كان اقوى من المنتخب، بمعنى صراعات البنط وكل الانديه من حقها تصارع، لكن في حاجه اسمها مصر. احنا كنا زمان مثلا في حاجه كله بعد الحرب والحاجات دي كلها لا للمجهود الحربي، نمره واحد مصر. فكانت الانديه هي اللي كانت برضك عندها مصاريف وعندها حاجات. التنظيم لما جه مفاجئ واحنا عملناه المنتخب ما تعدش كويس. يعني ايه ياخد 8 ايام عشان يعمل منتخب ويعمل انسجام للعيبه، وفي حوالي 13 لعيب جايين من الخارج مفيش كومبينيشن مع بعض، فدي بتفرق كتير قوي. طب في سؤال يا كابتن لطفي في النقطه الخاصه بمستوى المنافسات. اتفضل. بيعد الدوري المصري من اقوى الدوريات الافريقيه حاليا. صحيح الدوريات الافريقيه بنقول انها مفرغه من نجومها لان غالبيتهم او 90% من نجوم المنتخبات دي محترفين بالظبط في اقوى الدوريات الاوروبيه، لكن في النهايه الواقع ان الدوري المصري افضل ومستوى المنافسه فيه وفي نجوم دوليين موجودين في الاهلي والزمالك والفرق اللي بتنافس على البطوله، فبالتالي مستوى الفني اعلى. ليه ده مش منعكس على المنتخب المصري؟ وليه شفنا هذا الفارق ان منتخبنا ما كانش من المنتخبات المتميزه فنيا في البطوله دي؟ برضك تسمح لي انا ما بحبش اتكلم على مدرب زميلي هنا، بس لازم اتكلم برضك في حته معينه.
معظم اللعيبه المحترفين ما كانوش على المستوى اللي هو جدير ان هم ينضموا لمنتخب مصر، ولا داعي لذكر اسماء. اكيد انت حضرتك مش عايز الامور، مش عايز تقول اي حاجه شخصيه عن اي حد في الجهاز او اي لاعب. في نفس الوقت كان في مجموعه من اللعيبه يعني في اخطاء في الاختيارات، كان في لعيبه يعني السليه ما راحش ليه، عمرو السليه ما راحش ليه. مين تاني حضرتك شايف انه كان يستحق في المنتخب؟ الضغط النفسي كله والضغط الجماهير والحاجات دي كلها، ده احمد عادل. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انت تعرف تريزيجيه كان في المباريات دي كلها نجم ليه؟ ادي حاجه بسيطه خالص يعني. هو ما كان بيلعب مع مستر كوبر والراجل المحترم اللي وصلنا كاس العالم وله الشكر والتقدير، كان دايما بيديله واجب دفاعي اكتر. الراجل ده بيديله واجب هجومي، هو ده بيعمل واجب هجومي على اساس احنا النغمه اللي عندنا كوبر بيلعب دفاعي. ده لعب دفاعي على قد امكانياتي، لكن وصلت كاس العالم. بلعب هجومي، الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم ما كانوا دون المستوى لمنتخب مصر. في بعض اللعيبه بردك يعني برضه يا كابتن لطفي، في ناس متفقه جدا مع حضرتك بتقوله ده فنيا، لكن في ناس حتى مع تاهلنا لكاس العالم مع روسيا واوروجواي والسعوديه قالت ان المجموعه دي كان مستواها الفني مقبول جدا ان احنا نعمل فيها نتائج افضل من كده، حتى لو نحصل على نقطه تعادل واحده ما نخسرش ثلاث ماتشات. بالزبط. ففي ناس خرجوا بعد كاس العالم غاضبين جدا من مستوى منتخبنا في البطوله ومن اداء كوبر. بالظبط. وفي ناس قالت ان الراجل عمل اللي عليه وقعد بتاهل وتاهل للنهائيات ووصل فاينل افريقيا امام الكاميرون. هو بيلعب بطريقته كدفاعيه اكتر من هجوميه واعتمد على الكونتر اتاك. نفس الطريقه كان الكابتن جوري بيعملها وبرضك على الكونتر اتاك. اما كنا بنلعب في هولندا قطعناهم، مع اسكتلندا ومع انجلترا قطعناهم. اللي كان بيقفل نفسه، انا امكانياتي ما اقدرش اهاجم، لكن مع تواجد نجم كبير زي تريزيجيه ومحمد صلاح في الخط الاخير دوت، يعني تريزيجيه ده انا واحد من الناس يلعب في باريس سان جيرمان ويلعب في ريال مدريد، لعيب بسم الله ما شاء الله. يعني هو دخلنا كاس العالم بالكره اللي اتعملت ضربه جزاء، خدت بال حضرتك اللي تسبب فيها واحرزها محمد صلاح ضربه جزاء. لما يبقى عنده يعني انا كمدرب عندي لعيب حريف قوي في التلت الاخير دوت، ادي له حريه اكتر وما اعملوش واجب دفاعي لانه هيوجد. يعني شايف ان تريزيجيه عنده لسه كتير يقدمه في الفتره الجايه وممكن يوصل لمستوى اعلى. كابتن انا بقول لك يلعب في الدوري في اقوى الدوريات العالميه العالم، لانه لعيب مهاريا عالي قوي، سريع، مراوغ، بيسمع الكلام. يعني بص في حته قد كده يعمل فنت ويتحرك الناحيه دي، واديك شفت ضربه الجزاء وده والماتش اللي لعبه ده كان نجم المباراه. عشان كان اول ماتش لعبناه مع زيمبابوي اللي احرز فيه هدف، كان حضرتك عنده واجبات هجوميه واللي ورا بقى يلم طارق حامد النني يلم منور. ليه الامور اختلفت؟ كنا اقل حتى باجماع الاراء من فتره منتخبنا تحت قياده كوبر. ليه كنا اقل في البطوله دي وتحت قياده اجيري؟ الناس شافت انه فقدنا حتى بعض المميزات اللي كانت موجوده وقت ما كان كوبر المدير الفني. نمره واحد ما خدش مساحه لاعداد الفرقه كويس او عملنا ثلاث ماتشات يعني كده في اسبوع. ما ينفعش لان برضك اتحاد الكوره مزنوق. هي الفكره احنا مزنوقين لان اتعمل في شهر 6، طب احنا عندنا في شهر 9 في ماتش تقريبا، تبقى لحضرتك في تصفيات برضه، مين اللي هيمسك الفرقه ومين اللي هيبقى مسؤول الاتحاد ومين اللي هيعد الحاجات دي كلها؟ لازم من دلوقتي. بتتمنى او تفضل مدير فني للمرحله دي المنتخب مصر اجنبي ولا مصري وليه؟ مصري. انا ما حددتش نتائج الا بالمصري، مش عشان انا مصري. ده صحيح. يعني انا حضرتك اوفر الملايين اللي بعملها دي كلها جاي بصطاف معاه، وهاني رمزي من اللعيبه اللي كانت يعني كده، ومدرب عظيم ودارس بره ما كانش واخد حقه، لان هو خلاص موجود هيعمل ايه؟ لان الراجل المدير الفني هو ليه الشخصيه ومعاه الاسيستنت بتاعه والحاجات دي كلها. احنا المصريين ممكن يقعد مع اللعيبه، ممكن يطلع اللي عنده من اللعيبه. انا وجهه نظري مش عشان انت حيز لبلدي ولا حاجه كده، ما نجحناش الا بالمصريين. واديك شايف النهائيين مدربين المصريين. هل ممكن ترشح اسماء؟ هل لو طلب منك، لو بتتناقش مع اللي هيتولوا إدارة أمور الكرة في الفترة الجاية في مصر، لسه ما نعرفش السيناريو هتدار إزاي المرحلة دي اللي احنا بنحضر فيها لعملية إصلاح لأمور كرة القدم في مصر، لو طلب من الكابتن لطفي نسيم طرح بعض الأسماء اللي شايف أنها الأفضل للمنتخب المصري في المرحلة دي لتولي مهمة المدير الفني، مين؟ مع احترامي للجميع، مش عشان هو صديقي يعني، كابتن حسن شحاتة. ليه كابتن حسن شحاتة هو أول اسم؟ كابتن حسن شحاتة كابتن مدرب بيتعامل مع اللعيبه بمنتهى الرقي، زائد ان هو فاهم، زائد ان هو كان لعيب دولي، لعيب مثل انديه منتخب مصر،
عنده خبره درايه في الدوري المصري، زائد ان هو اللي حققنا ثلاث بطولات ما حدش حققها في العالم. طيب انا لما اكون عندي له الحقيقه اللي لعبنا احلى كوره في تاريخ منتخب مصر تحت قيادته بالظبط، حتى في مباريات زي البرازيل وايطاليا افضل كره قدمت في تاريخ الكره المصريه كانت تحت قيادته زي حضرتك. طب ايه اللي يمنع ونوفر فلوسنا؟ وبعدين هو راجل جدير، وبعدين الهيستوري بتاعه بيقول كده. يا سيدي خلوه المرحله الانتقاليه دي لغايه ما نشوف حد. طب ليه ما بنستفدش من التجارب دي؟ ليه كل مره تتكرر الغلطه؟ نجيب مدرب اجنبي مش على المستوى، نرجع نجيب مدرب اجنبي تاني مش على المستوى. ليه ما بنفتكرش اللي حضرتك قلته ده اللي هو موثق بالحقائق والارقام، ان نجاحاتنا الحقيقيه كانت دايما مع مدير فني مصري لمنتخب مصر؟ ليه ما بنستفدش؟ احنا خدنا بطوله افريقيا كم مره؟ 7. مره واحده خدناها مع مستر مايكل سميث، والباقي كله مع مدربين مصريين. خدت بال حضرتك؟ يعني انا والله ما متحمس. حتى افضل شكل ظهرنا بيه في نهائيات كاس العالم مقارنه بالظهور الاخير اللي كان باهت جدا، خسرنا فيه ثلاث ماتشات، المرات اللي هي تعادلنا فيها ولعبنا مع فريق عملاق من افضل فرق العالم في الوقت ده زي هولندا الشملة. كان تحت قياده مدير فني كابتن مصري كابتن جوهر رحمه الله عليه. يعني انا بنقول يا جماعه، انا لما الاقي واحد حضرتك ترزي كويس قوي بيعمل لي البدله كويس قوي، ورحت لواحد ما عملليش كويس، الراجل ده بيعمل لي كل بدله بتبقى مكسمه عليا، عفوا يعني في الاسلوب يعني، طب ما نروحلوش ليه تاني؟ يعني انا مش شايف ان الكابتن حسن حتى الفتره الانتقاليه دي يمسكها كده. الكابتن حسن شحاته جاي مسك المنتخب بالفكر الجميل بتاع الكابتن عصام عبد المنعم لما مسك مؤقت اتحاد الكوره وجابه، هو كان سكند ديفيجن في نادي المقاولين العرب، خدت البطولات ما حصلتش، وهطلع لعيبه كبار وبدا الاحتراف. احنا خدنا كل البطولات من غير محترفين، لكن المحترفين على دماغي من فوق، لكن في عندي اللي حضرتك بتقوله ده قاله الاسبوع اللي فات معانا على الهوا في قناه الاهلي كابتن ربيع ياسين نجم مصر النادي الاهلي والمدير الفني منتخب الشباب، قال يا جماعه مش بالضروره المحترف يبقى افضل. قال انا ما يبقى عندي محترف زي محمد صلاح او تريزيجيه او حجازي، دي عناصر بتضيف للمنتخب وعناصر متميزه، اما لو عندي البديل اللي بيلعب في الدوري المحلي افضل يبقى هو الاحق بالوجود في المنتخب. قال مش لازم ان انا المحترف في اوروبا يبقى افضل، قال عندي كتير من اللعيبه المحليين افضل من بعض المحترفين. ولا هقول اسماء حضرتك، في لعيبه محليين على مستوى عالي جدا. رمضان صبحي ما اتاخدش ليه؟ انا عفوا في الكلمه يعني. رمضان صبحي ما اتاخدش ليه؟ عنده شاب عنده 20 21 سنه ولعيب مستوى عالي جدا مهاريا وقوه بدنيه مهاريا وايه؟ صغير، وبعدين بياخد لك التلت الاخير ده في دقيقتين يا باشا، في دقيقتين انت عارف. انا لا وبيعمل مهام دفاعيه كمان في الملعب، انا كمدرب لما اكون عندي لعيب كويس وسريع في الحته دي كلها، لو عمل لي 7 دقايق في المباراه ضغطت الفرقه الناحيه دي كده، طب انا كسبت. طيب كام اسم تقريبا حضرتك شايف انه كان يستحق يبقى موجود في قائمه المنتخب، والامور بقى كانت ترجع للجهاز الفني في البطوله الافريقيه سواء الدفع بيهم او موجودين على دكه البدلاء، لكن كانوا هيضيفوا لمنتخبنا، عايز حضرتك تستعرض الاسماء دي اللي كان لازم تبقى موجوده في منتخب مصر. هو احنا لا نبكي على اللبن المسكوب اكيد، بس احنا بس بنقول عشان اللي جاي بنشوف ازاي فقدنا مميزات فنيه يعني بعدم اختيار اللعيبه. عندنا الكابتن احمد ناجي كان اختياراته كلها 10 على 10 تمام، وانا محمد شناوي ده بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحفظه ويحرسه، ظهر بشكل اكتر من رائع، ربنا يحفظه ويحرسه يا رب لمصر والنادي الاهلي. خط الظهر، خط الظهر كان محتاج ياخد معاه عبد الله جمعه، يعني عبد الله جمعه ده كان بيلعب باك رايت والراجل بتاع الزمالك لعبه باك ليفت جروس، متطور ان هو ممكن يقوم بمهام هجوميه ومهام دفاعيه وحريف، يعني بيطلع الكوره من هنا ولما يوصل على الطرف بيعمل الكروس اللي انا محتاجه. يبقى في خط الدفاع عبد الله جمعه، في خط الوسط في كمان عمرو السولي، عمرو السولي لعيب جميل قوي 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 قوي، يعني برضك هو عبد الله السعيد لعيب مميز بس مش هو المستوى بتاعه، احنا خسرناه. النني ما كانش في نفس المستوى، لكن ده يعني بيلعب في الارسنال، يعني حتى لو بيقعد احتياطي في الارسنال. ما هي دي اشكاليه كبيره قوي، حضرتك بتتكلم كلام مهم قوي، الناس بتقعد تتناقش مع بعض وتتخانق على الاسماء دي، يتكلموا يقولوا انتوا هتنتقدوا لعيب بيلعب في ارسنال، ناس تانية تقول لا ده كان في اسوء حالاته في البطوله او ما قدمش المستوى هل احنا هنا بنقيس على انه اللعيب اللي في نادي بحجم الارسنال لابد ان يكون في الملعب في الاساسيين، ولا الفيصل هو حالته ومستواه وعطائه؟ ده الكلام الصح، لكن احنا في مدرب هو اللي بيختار، خدت بال حضرتك؟ اما انا كمدرب، يعني لو حضرتك كنت مدير فني في البطوله دي كنت هتعمل ايه؟ وعندك لعيب لقيته مش في حالته بس هو بيلعب في نادي كبير بره زي ارسنال او غيره من الانديه، مش انني تحديدا بنتكلم بشكل عام، بس لقيت لاعب في نادي المفروض انه من اعلى الانديه اللي فيها لاعب عندك في المنتخب لكن عندك بديل افضل منه، ايه هي المشكله بتاع طارق حامد؟ إيه؟ طارق حامد لا غنى عنه، والنني ان احنا الاثنين نص الملعب دول
مش بصينا يعني مش بيلعبوا اصلا فيه وظيفات اللعيب يبقى مدافع يقدر يغطي يقدر يعمل يمسح هنا ويعمل هنا ويعمل هنا لكن بينقل الهجمه ان ممكن اديها اللي هي بيعمل ده عمرو السولي طبعا هو مش عند ده مش عند طارق حامد والنني اللي هو ابتدي بقى الهجمه بعد ما اقطع الكره طارق حامد على فكره في اشاده بيه كمان عمل بطوله رائعه باجماع جميل الأراء. جميل لكن حضرتك بتتكلم على المهاره الهجوميه عند الهاف ديفندر بالظبط انها مش عند الاثنين بالظبط ليه انا محتاج انا بلعب ثلاثه مهاجمين وراس حربه لازم حد يوصل لي على الطرف لو دخل جوه الواحد اللي هو بنتكلم عليه استراكة الغرق اللي عادي كده ده بيعمل كروس مع بعضين يعمل خلخله التاني يعملها بتوين باص اللي جاي كده ما عندهمش بيقال بقى انه دايما مش عارف الكلام ده صح ولا لا فنيا يا كابتن لطفي لازم يبقى واحد من الاثنين على الاقل عنده القدرات الهجوميه دي ما ينفعش يبقوا الاثنين مميزين دفاعيا بس وهنا قلق ما هو انا حضرتك انا لما بلعب اثنين في نص الملعب عشان ادي حريه للثلاثه وواحد اللي قدام ده اللي قدام ده بيتحرك كده يخش له كده يعمل اللي احنا بنتكلم عليه حضرتك لكن لازم اوصل للراجل ده انا بتتقطع من هنا وتتقطع من هنا يضطر انا ياخدوها الدفاع يبتدوا هجمه عليا الراجل اللي كان متقدم كده هيرجع عشان يمسك الراجل بتاعه يبقى انا بستنفذ قواه لكن انا البصير يعني ايه البصير ده لحضرتك انا معايا لعيب هنا ولعيب هنا ولعيب هنا لو انا جميل في لعبي والحته دي كلها اشوف افضل واحد يروح للجون واديها له بتوين باص الناحيه دي او اعملها بص الناحيه دي واعملها عكسيه الناحيه دي هنتكلم هنا عن نوعيه لاعب زي نجوم كبار زي حسام غالي احمد حسن حسني عبد ربه اللي هو يقدر يلعب هاف ديفندر ويؤدي المهمه دي 100% ويقدر يتنقل في ثانيه يبقى بلاي ميكر شفت انت سعد معوض كان بيعمل ايه شفت بيعمل ايه سعد معوض بيتحرك ويعمل كروسات والحاجات دي كلها في لعيبه مخلوقه ان هي تبقى منتخب مصر وايه اللي نفع الكابتن حسن شحاته في الفتره دي مش معلوم ولا حاجه دي بس التاريخ يقول ان هو كان مدرب منتخب الشباب لما لعبوا كاس العالم في الامارات كنت انا في الامارات ساعتها المجموعه بتاعته الله يرحمه محمد ابو هاب والمجموعه دي كلها طلع 80% منهم وجي احمد حسن وحسام حسن طلعوا منهم متربين ومعملين قدروا ناخد الثلاث بطولات هم كلها بعد ما احمد حسن برضك كان مكوك في نص الملعب من افضل لعيبه اللي بيجيب اجوان لعيب متكامل بيجيب اجوان بيجيب اجوان يا كابتن بيجيب اجوان لكن انا النادي جاب كام جون؟ انا مش ضد النني ولا ضد حاجه انا بحب بلدي فبتكلم على سؤال حضرتك مهم جدا ان يكون في نص الملعب الراجل اللي هو بلاي ميكر بعد الدفاع طب ما احنا كنا نلعب زمان يقول لك انت تلعب وينج ليفت ولما يجي الباك يتقدم تبقى معاه لا واحنا على فكره بس عشان نوضح للساده المشاهدين اللي حضرتك بتقوله ده او اي محلل كروي اخر بيتكلم الكلام ده احنا بنتكلم الصالح العام ما احنا في البطوله اللي فاتت النني كان حالته افضل كتير وجاب هدف حتى لو يعني خسرنا الفاينل 2-1 من الكاميرون لكن كان حالته افضل كتير لانه كان في الوقت ده بيشارك مع كان بيلعب هو كمان لا يتحمل يعني فكره انه مش ذنبه ان هو ببساطه ما كانش في التوب فورم هو او غيره احنا بنضرب مثال بالنني لانه واحد من لاعبينا اللي بنفتخر بانه في افضل في نادي من اشهر انديه العالم لكن هو مجمد من المدير الفني الحالي لارسنال فده مؤثر عليه لكن النني في النسخه السابقه من البطوله اللي هي واجهنا فيها الكاميرون في النهائي اعتقد كان افضل كتير بنتكلم عن الظرف الحالي في البطوله الحالي. ليه ادائنا ما كانش كويس ليه ما فيش تحضير من نص الملعب ما انا كراجل مدافع بقطع الكره فبديها نص الملعب عشان نص الملعب يكمل للهجوم فما كانش بتوصل للمرحله النهائيه يعني انت طيب لو بنتكلم عن المستقبل خلينا نقول بلاش سلبيات وحضرتك قلت لا نبكي على لبن المسكوب بنتكلم بالزبط. لبكره بالظبط هل الاصلاح يبدا في الفتره الجايه فنيا من حيث انتهى اجيري ولا في اصوات بتقول لا ده احنا لازم نبدا من الصفر ده منظومه الكره عايزه تعدل كلها وفي ناس بتقول لا يا جماعه دي مبالغه احنا نشتغل على اللي فات نصلح من مرحله ما بعد اجيري حضرتك شايف ايه هو حضرتك يعني لما بنيجي كانت ليا حته كده معموره وانا كان ليا الشرف ان انا بقعد معاه اسطوره الكوره كلها الله رحمه الله عليه كابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان يقول لك شراء العبد ولا تربيته بمعنى كده كان النادي الاهلي طلع لعيبه على مستوى عالي جدا لكن لسه الحته بتاعه ان هو يبقى ممثل النادي الاهلي صاحب البطولات والجمهور بتاعته عايزه الاول 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 بيروح مصدره في حته تانية لغايه ما يستوي ويرجع تاني حصلت التجربه دي مع الشيخ احمد الشيخ كان مع المقصه هداف الدوري وكان لعيب كويس لكن اسلوب لعبه ممكن ما ينفعش مع النادي الاهلي خدت بال حضرتك فهم اللعيبه النادي الاهلي ليه شخصيه معينه مش اي حد يلعب فيه فبالتالي احنا عشان نبني منتخب كويس قوي لازم نعمل لجنه من خبراء الكوره اللي بيحبوا مصر
اللي بيحبوا مصر ورؤيتهم الفنية دي تبقى ملزمة خلاص، هي اللي هنشتغل بيها. الشيخ طه كابتننا أستاذنا كلنا، الشيخ طه الدكتور طه الراجل يعني احنا تتلمذنا عليه في التدريب، شفناه وبيلعب الراجل متزن محترم فاهم كل حاجة، مصلحة بلده أهم من مصلحته. هو غني عن التعريف طبعا. أنا عايز بس الوقت يتسع حضرتك تقول لنا الأسماء اللي بترشحها لتولي مهمة وضع استراتيجية عمل للكرة المصرية في الفترة الجاية. أول اسم حضرتك ذكرته الدكتور طه اسماعيل، وهو ما هو طبعا في عالم كرة القدم، وهو غني عن التعريف أو عن الحديث عنه بخبراته الكبيرة وكفاءة كبيرة جدا، مش محل جدل أو خلاف. مين مع دكتور طه اسماعيل عشان يمسكوا الاتحاد ولا عشان يضعوا رؤيه؟ بقى هو دي اللجنه الفنيه اللي هتحدد مسار اتحاد الكره ومسار الكره في واحد تاني مصر. اسمه الدكتور محمود سعد، شخصيه متعلمه، ده زميل ملعب، ما احنا 16 سنه غاد فريق اول ما نادي الزمالك، محترم جدا فاهم، واخد دكتوراه، بحر في العلم التدريب، وليه رؤيه لازم نسمع له. الراجل ده لو كان بيسمعه في اتحاد الكوره هو موجود، موجود بس الكل كان بيقول انه ما بيستفيدوش برؤيته الفنيه. ما هو ليه برضك مش عايز اتكلم، ما كانوش بيدوا يسمعوا لحد ان هو، انا كنت مرشح لمنتخب الشباب كذا مره، يقول لك لا احنا هنجيب ده، خدت بال حضرتك؟ لان انا السي في بتاعي يؤهلني ان انا امسك حاجات زي كده، لكن هم ليهم رؤيه معانا وبنحترمها، فهم يعني عملوا اللي عليهم. انا بقول يا اما معاهم بقى كراجل كده محمد فضل، محمد فضل من الشخصيات المحترمه المحبوبه، واحد من الاثنين معاهم يعني هي كلجنه مفهوم. مين تاني؟ اللي هو حرب الدهشوري اللي هو عبد المنعم الحاج. حضرتك عايز كوادر تمثل مراحل عمريه مختلفه وخبرات مختلفه، ملهاش تبقى رؤيه متكامله الا مصلحه مصر ونشب عنه ونسمع. نتمنى ان بس يبقى يتم الاستفاده براي حضرتك واراء اخرى بتطرح في المرحله دي لوضع افضل تصور او افضل رؤيه فنيه لنهوض بكره القدم في مصر. هنختتم هذا الحوار مع حضرتك في الدقائق القليله المتبقيه عايز تعليق من حضرتك على معسكر النادي الاهلي، معسكر اعداد الاهلي في اليكانتي الاسبانيه قبل ما نختتم الحوار، واحنا كمان بنختتم الحوار مع حضراتكم قبل ما ننتقل لفقره اخرى وحوار اخر هيجريه زميلي العزيز محمد سعيد مع الاستاذ نوفل العوامله الاعلامي المغربي، ده بعد قليل وبعد نهايه هذا اللقاء، بين لقاء الكابتن لطفي نسيم واللقاء القادم ان شاء الله يكون في كمان لقاء مع واحد من اللاعبين المتميزين اللي تم ضمهم في هذا الموسم للنادي الاهلي، حمدي فتحي، واحد من افضل الهاف ديفندرز ومن افضل العناصر اللي تم التعاون معهم او الاستعانه بخدماتهم في النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه الماضيه، وهيكون في حوار تم اجراءه معاه خلال معسكر الفريق في اسبانيا. هختتم مع حضرتك بتوقعاتك للجزء المتبقي من عمر الدوري الممتاز ورايك في شكل فتره الاعداد اللي عملها النادي الاهلي خلال بطولة كأس الأمم. أنا اعترف عرفت إن النادي الأهلي طبعا راح إسبانيا 10 أيام، لعب ثلاث مباريات ودية، تعادل مع مباراة تعادل مباراة مع فريق إنجليزي نيوبورت كاونتي، وفي فوز بعدد كبير من الأهداف 9-0 على سوكر سمارت في المباراة الأولى، وأيضا فوز بعدد وافر من الأهداف في المباراة الأخيرة. هو حضرتك المعسكر ده مجرد إنه تجمع بين اللعيبة القدام واللعيبة الشباب واللعيبة اللي جاية جديد. فطبعا النادي الاهلي معروف ان هو طول عمره منظم في اعداده، ف عرفت ان هو جاي النهارده النادي الاهلي، فطبعا ده المعسكر بيبقى حاجه حلوه. بس يعني هل كان معاه كل اللعيبه اللي كانوا في المنتخب؟ انضم اللعيبه الدوليين، انضموا بعد طبعا خروجنا من البطوله، بعدها بيومين كانوا مع النادي الاهلي في اسبانيا، تم ضمهم للفريق والعمل سريعا على تجهيزهم نفسيا وذهنيا، وان طبعا ازاله الاثار السلبيه اللي خروجنا المبكر من البطوله. هو طبعا من بعد نهايه البطوله دي هتحصل مشاكل كتيره قوي احنا في غنى عنها، وهي الماتشات المتبقيه ده الاهلي ما بياخد بطولات كتيره والزمالك، يعني ارجو ان احنا نهتم بمصر كويس، يعني نهتم بمصر يعني تسيبنا. حضرتك عايز الكل يتعامل بشكل متحضر مع المنافسه المحليه، مع حلمنا طبعا في النادي الاهلي ورغبتنا ان دي دايما بنقول عليها طبعا بطوله المفضله للنادي الاهلي ولجماهيره، وان احنا ان شاء الله قادرين على الحسم. بس حضرتك بتقول ان احنا الكل في الوسط الرياضي يتعامل بشكل راقي مع المنافسه، والجماهير تخش ويبقى في النظام كده، وبعدين اصلا مفهوم الرياضه حضرتك الرياضه اخلاق وليست بطوله. حضرتك بتتمنى الاستاد يبقى مليان طبعا جمهور طبعاً. في ماتش في ناس بتاكل عيش كتير قوي محمد بيمن من الحاجات دي كلها، في ناس بتاكل وبتفتح بيوت من الحاجات دي. ليه مستداتنا ما تبقاش معموله من الدوله صرفت مليارات عشان خاطر ايه؟ عشان الجماهير يروح، عشان الانديه، يعني انت في انديه، انا هاخد دقيقه واحده بس، انديه راحت في الظل ليها جماهيريه كبيره قوي قوي قوي، ويا عالم كان رايح الاتحاد الاسكندري، كان رايح يعني
فطبعا احنا عايزين الخير يرجع للبلد باذن الله، والاهلي يجي بالسلامه ان شاء الله، ونتمتع بالكوره المصريه والناس كلها تلتزم. وانا سعيد قوي قوي بلقائي مع حضرتك، واحنا سعداء واسعد ان انا تواجدت في القناه العملاقه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا، واسعدتنا بوجودك معنا النهارده على شاشه قناه الاهلي. الكابتن محمد لطفي نسيم، المدير الفني سابقا لمنتخب بوروندي الاول لكره القدم وللفريق الاول لكره القدم من نادي المقاولون العرب، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وبنشكر مشاهدينا. خلينا نتوقف مع الفاصل ومع تقرير مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، اللي كان من فريق العمل اللي بيتابع كل كواليس معسكر فريقنا الاول لكره القدم في إليكانتي الإسبانية، وهذا الحوار مع نجم خط وسط الفريق المنضم حديثا أو من خلال طبعا خلال فترة قصيرة ماضية خلال فترة الانتقالات الشتوية حمدي فتحي. شكرا لحضراتكم، والبقية مع زميلي محمد سعيد بعد الفاصل وبعد متابعة هذا التقرير.